الطائرة والناس. الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي، أنساتي، سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. البترول، تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز وتحولنا لدولة مصدرة، إضافة قوية للاقتصاد. مش دايما بيحسن المزاج، دراسة تكشف أكثر مشاكل الشوبينج المحبطة للنساء. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافة التكرير المصرية. جاهزة. العشة واخدة كل حياتي. إيش معنى؟ عايزة أوصل للاكتفاء الذاتي. رمزلي بعينه وشكله ملي. إيش معنى؟ عايزة أطور من الإنتاج المحلي. هعمل مسابقة في عشتي السعيدة. إيش معنى؟ مسابقة اكتشاف ديون جديدة. يا سيادة الوزير يخليك ليا. إيش معنى؟ عايزة أشارك بقدرتي الإنتاجية. كشفت دراسة أجرتها إحدى شركات الملابس إلى أن المرأة تشعر بخيبة الأمل واليأس عندما تتسوق بأحد المحلات التجارية ولا تجد التصميم الذي تريده. ومن ناحية أخرى، أظهر الاستطلاع أيضا أن 60% من النساء وجدن أن المشكلة التي توجد في ملابس المرأة أيضا وتسبب لها الشعور بالإحباط هو أنها لا تجد ملابس مطابقة لها في المقاس. جهزة. يلا كعزة. شوبينج إيه اللي بيحسن المزاج؟ إيش معنى؟ المزاج في العشة. اسمعي نصيحة الدجاج. عزمني على الشوبينج عشان يرضيني. إيش معنى؟ قلت له العشة عندك وريني. بيفصل هدومي وبيعاكس باين. إيش معنى؟ قلت له أنت جاي تقيس ولا جاي تعاين؟ عايزة هدوم، روحي للخياط. إيش معنى؟ تخنت يا خيبة وهيجيلك أحباط. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها. البترول، تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز وتحولنا لدولة مصدرة، إضافة قوية للاقتصاد. مش دايما بيحسن المزاج، دراسة تكشف أكثر مشاكل الشوبينج المحبطة للنساء. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.